فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل دخل في الإسلام وحان وقت الصلاة ولم يكن قد حفظ شيئا من القرآن ويحتاج إلى شيء من الوقت، يقول: هل يجوز له أن يصلي على حاله أم لا بد من حفظ القرآن؟ صلي مع المسلمين، صلي عند الحاضرين عندهم، يصلي معهم ولو كان ما يحفظ شيء من القرآن، ولا يترك الصلاة، ولو قدر ما عنده ناس يصلون يصلي على حسب حاله، يأتي بالأذكار، إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.